كبداكي يا كبداكي. في ايه؟ في ايه يا سوق؟ في احد يصحي حد كده؟ اخفى من وشي بدل ما اعورك وربنا. يا عم بقول لك ايه، دي حاله انسانيه يا عم. حاله انسانيه؟ انا اللي حاله انسانيه يا جدع. ست مسار دي ست طيبه وغلبانه وملهاش اي حد، وانت هتنقذ حياتها. اتهت يا سوكا؟ دم ايه اللي هروح اتبرع بيه وانا عند اهلي دم اصلا؟ سيبنا انا سوكا. بقول لك ايه، ما انت لو ما روحتش ست مسار هتموت. انتصار؟ انتصار مين يعني؟ ما تموت ولا تولى، عايز انام ساعتين قبل ما اروح الشغل. بقول لك يا صاحبي، عشان خاطري الخدمه دي ليا والله العظيم ما هنساها لك. قوم بقى كبدك عشان خاطري. طب يا سوكا هقوم. قال يعني انا لو ما قمتش انت هتسيبني نايم؟ ما انت طالع زنان لامك. الله يسامحك، انا مش هكلمك الا عشان خاطر ست انتصار. انت هتقول انا هنام؟ خلاص معلش. معلش ونبقى اوعى. يلا قوم يا صاحبي. اوعى. يلا كبدك ايه كبدك ايه. صدقني يا سعاده الباشا، انا ماليش دعوه بحرق محل الست جمالات. وحرقوا ليه عدم المؤاخذه؟ هو انا اغاوي اذيه الناس؟ هات لي العيال واقفه بره. يا سعاده الباشا، يا سعاده الباشا، انا عارف انك قارش ملحيتي عشان كنت عاوز اتجوز الست جمالات، لكن خلاص صرفت نظر. خلاص بقى، العفو والسماح يا حكومه. انت لو فتحت بقك تاني من غير ما اقول لك انا هقطع لك لسانك. مين اللي دفع لكم يا ابني انت وهو؟ معلم سلومه يا باشا، جالنا في ام الخليج ودفع لكل واحد 100 جنيه وقال لنا عايزكم مصلحه، وخدنا بعد نص الليل ورانا محل مقفول وقال لنا يولع الصبح. انتوا تعرفوا سلومه قبل كده؟ ايوه، احنا شغالين شايلين في المذبح وبنحمل له اللحمه اللي بياخدها، وقال لنا ان هو عايز يتجوز الست اللي في المحل دي ومحدش يأذيها، هو بس عايز يعرفها ويفهمها انها لازم يبقى معاها راجل. خد العيال دول بره. يا باشا انا ما اعرفش العيال الصيح دول يا سعاده الباشا. دي القضيه متلفقاني، انا مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. وانت عندك محامي بقى ان شاء الله؟ لا، بس مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. حقي هم دي بنت ست انتصار لسه راجعه من بره مصر، هو ده بقى ابراهيم. مساء الخير. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا استاذ ابراهيم، ميرسي بجد. تشكرين على ايه؟ ده ست يعني ست انتصار دي غاليه علينا. بعدين بقى، بعدين الكلام ده. يلا يا نجوان، يلا 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 يا سوك، يلا يا ابراهيم، يلا بسرعه. يلا يا فاطمه. يلا يا فاطمه، الف سلامه على الست الوالده. الله يسلمك. نجوان مش كده؟ ايوه. يلا يا فاطمه، بالراحه يا فاطمه، بالراحه. منورة نجوان. الو، مساء الخير. مساء النور يا علاء. حضرتك عندك استدعى للحضور في اسم شرطة مصر القديمة حالا. استدعى ايه؟ في ايه يا علاء؟ انا عملت ايه؟ الله الله، ايه مالك مالك، خفت كده ليه؟ والاسم بيخوف قوي كده. وبعدين يعني ده انت هتتجوزي ظابط.